أهلا بكم. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يقول إن الوضع في سوريا وصل إلى مستوى غير مقبول ولا يحتمل، وحث الحكومة السورية على السماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، كما حث المجتمع الدولي على الاستمرار في التحدث بصوت واحد للمطالبة بوضع نهاية للعنف في البلاد. وتبحث الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء مشروع بيان يدعم الوساطة التي يقوم بها موفد الأمم المتحدة كوفي أنان في سوريا، ويشير إلى إجراءات إضافية في حال لم توافق دمشق على مقترحات أنان لحل الأزمة السورية. واشنطن تقول إنها ترى تطوراً إيجابياً في موقف روسيا حيال الوضع في سوريا، في حين دعت موسكو دمشق إلى الموافقة على طلب اللجنة الدولية للصليب الأحمر إعلان هدنة يومية. مقتل 10 أشخاص في أعمال عنف في سوريا، بينهم عائلة مكونة من رجل وزوجته وطفلتهما، إثر سقوط قذيفة على منزلهم في مدينة الرستن في محافظة حمص. كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تواصل الاشتباكات في حيي القابون وبرزة في دمشق. مقتل نحو 34 شخصا على الأقل، بينهم 5 زوار إيرانيين، وإصابة أكثر من 170 بجروح في هجمات متفرقة وقعت الثلاثاء في بغداد وكركوك وكربلاء والحلة وصلاح الدين. تشيع البابا شنودة الثالث في حي العباسية بالقاهرة وسط استنفار أمني، خاصة المناطق القريبة من الكاتدرائية وطريق الذي سيسلكه موكب البابا حتى مطار الماضة شرق العاصمة، حيث من المقرر أن تنقل طائرة عسكرية جثمان البابا إلى وادي النطرون حيث سيدفن بناء على وصيته. تصاعد المطالب الشعبية والسياسية للرئيس اليمني عبد رب منصور هادي بتنفيذ عملية إعادة هيكلة الجيش وإنهاء خريطة الانقسام الراهنة في العاصمة، وممارسة صلاحيته كقائد أعلى للقوات المسلحة في فرض الانسحاب الكلي لما تبقى من المظاهر المسلحة في صنعاء والمدن اليمنية الأخرى، وإقالة أقارب الرئيس السابق علي عبد الله صالح من قيادة أبرز الوحدات الأمنية والعسكرية. الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يعلق حملته الانتخابية على الأقل حتى الأربعاء، وقال ساركوزي إن الشخص نفسه أطلق النار على مدرسة يهودية وعسكريين في مدينتين في جنوب غربي فرنسا، معلنا أعلى مستوى إنذار ضد الإرهاب في المنطقة. والشرطة الفرنسية ترجح فرضية اتهام الإسلام الأصولي أو اليمين المتطرف مع عدم استبعاد فرضية أخرى بشكل نهائي. وفي السياق، انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي فيكتور ليبرمان كلام وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون عن مجزرة تولوز التي ذهب ضحيتها 4 قتلى بينهم 3 أطفال يهود واستذكارها الشباب الذين يموتون في غزة. البرلمان الباكستاني يطالب واشنطن بتقديم اعتذار عن الغارة التي شنتها طائرات ومروحيات أمريكية قادمة من أفغانستان في نوفمبر الماضي، وأسفرت عن مقتل 24 جندياً باكستانياً في معسكرهم قرب الحدود بين البلدين، ما أدى إلى قيام باكستان بإغلاق الطريق أمام القوافل التي تنقل إمدادات لقوات إيساف التابعة للحلف الأطلسي في أفغانستان. للتفاصيل زوروا موقعنا القدس.com.